رضا سولف لي، سمعت في موقف صاير وياك يوم من موقف الايام. بدت رحمة الله. لا لا، إيه؟ يوم من الايام من كنت انت مشارك بمسابقة شاعر شباب ميسان، خوش خوش، خوش. وطبيت للبيت تكتب قصيدة. سولف لي هذا الموقف. القصيدة، ايوه هاي عند اخوي اصغر مني بس هو اطولنا بحيث ما حد يحاكي، خوش، يعني ما حد يحاكي ما حد يحاكي، يلعب تيكواندو ما ادري شو اسمه، هاي اللي يرفع يطق رجله بالش اسمه، وضعيته منتهيه. فرحت عوده سمعه ذائقه، متوازي 7 ايام لازم اكمل قصيده. قصيده اي، فيومين كتبت قصيده، اول ما باوعني شقها، زين شو تسوي له؟ تعاركه اروح للمسابقه تكعين. والله ساكت، قلت له شو تريد؟ قال هسه تكتب. قلت له يا بعد ال4 ايام بعد لي ما اقدر. قال امشي. جرني من ايدي، قعدني بالغرفه، طفوا الجلوبات، شغل لي شمعه، طاني ميز، اجواء شعل لك شمعه؟ اي اللي يقول سوا سوا طفوا الغرفه وشعل شمعه وطاني ماي وجاب لي عصير والوضعيه، وهو امي كل 5 دقائق ها بشر، اي يا الله تشجيعاتكم هاي الامور. المهم شوي دخلوا هو امي، قالت امه بشر، قلت له امه بقت عندي بس اخير عجز وقافيتي مقضيه منهيه، هاي القافيه ووقفت عندي، عاينت هيك سوت لي هيك، ودت اخوي ما ادري وين ودته، قالت امه ومن كثره حكيهم زرفه وريه خليه هذا للبركه. قلت له بختش؟ قالت والله خلي البركه. ده طلع طلع فينا، خلي اكمل. تحيه لوالدتك العزيزه، الله يحفظها ان شاء الله، وتحياتنا لاخوك. الله يسلمك. شوف شلون كانوا متاملين بيه خير. اكيد اكيد بيتنا من شفت هذا الدعم من عندهم. اكيد اكيد كانوا كلش يفرحون بخطواتي.